فاكونكس، اصنع الانمي بهاتفك واصبعك. كيف تحرك رسمة باستعمال تطبيق فليبا كليب؟ في البداية عليك أن ترسم الجسم، ثم الأيادي بوضعيات مختلفة، ثم الرأس، وبعدها الملامح، ثم تذهب إلى تطبيق فليبا كليب. تضغط على ثلاث نقاط في الأعلى، ثم إضافة صورة، وتختار الجسم الذي رسمته، ثم تضيف طبقة أخرى، وتضيف في تلك الطبقة جزءا آخر من الجسد، اليد اليسرى على سبيل المثال، ثم تفتح طبقة أخرى وتضيف فيها جزءا آخر من الجسد، اليد اليمنى على سبيل المثال، ثم تفتح طبقة أخرى مرة أخرى وتضيف الرأس، ثم ضف عليها أحد الملامح التي رسمتها. والآن أصبح لدينا كل جزء من الجسد في طبقة مختلفة. والآن لنفترض أننا نريد أن نحرك الرأس، عليك أن تتأكد أنك في الطبقة التي يوجد فيها الرأس، ثم فعل ميزة التقطيع هاته وقم بتقطيع هذا الرأس. والآن أصبح بإمكانك تحريكه كما تريد، لكن يبدو هذا معوقا، أليس كذلك؟ حسنا، أترى هذه الأيقونة الصغيرة التي توجد وسط الرأس؟ عليك أن تمسكها وتأخذها إلى المكان الذي تريد أن يكون فيه مركز الدوران. والآن إذا لاحظتم، إذا حركنا الرأس فلن يكون ذلك معوقا، بل سيكون صحيحا 100%، وهذا يبدو تماما كما يفعل باقي الإنيميتر. حسنا، لنفترض أننا نريد أن نحرك اليد اليسرى. نذهب إلى الطبقة التي توجد فيها اليد اليسرى، ثم نقوم بتقطيعها كما فعلنا مع الرأس، ونحول مركز الدوران. والآن يمكننا أن نحرك اليد كما نريد ومن دون أي مشاكل، ونفس الأمر ينطبق على أي شيء تريد أن تحركه بتطبيق فليبا كليب. إذن هذا كل شيء في هذا الفيديو، شاركوا هذا مع أصدقائكم لكي تعم الفائدة، ولا تنسوا دعمي بزر اللايك والاشتراك وتلك الأشياء، أوكي؟ كان وما زال معكم زاكي، مع السلامة. زاكونكس، اصنع الانمي بهاتفك واصبعك.